أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 92، وعنوان حلقتنا الأشاعرة يشبهون الوهابية باليهود والنصارى. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الأشاعرة بينفوا صفات الله عن طريق التنزيه أو التفويض، وده هو التوحيد عندهم، وإنهم أخذوا عقيدتهم من المعتزلة، عشان كده غرات الحنبلة الوهابية بتسميهم مخانيس المعتزلة. والنهاردة هشرح وهنشوف التوحيد عند الأشاعرة، وكمان التوحيد عند غلاة الحنابلة الوهابية، وإزاي إنهم مختلفين في طبيعة الإله أو طبيعة الله، وبالتالي مختلفين في معنى التوحيد. وخلينا نشوف الشيخ أحمد الحازمي وهو بيقول إن الأشاعرة أصلا مش مسلمين بسبب إنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هذا محله إشكالي، ولذلك نقول الأشاعرة القول بأنه من أهل السنة هذا باطل، لا ينبغي أن نناقش فيه، وإنما نناقش في مسألة أخرى، هل هم مسلمون أم لا؟ هذا الأصل، من أثبت أنهم مسلمون لا إشكال، إذا عنده أدلة أو قلد غيرهم هذا لا نختلف معه، لكن البحث يكون في هذا، لا في أن هل من أهل السنة والجماعة كيف من أهل السنة، هم لا يقرون بتوحيد الألوهية على وجهه. أصل الأصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه قبل الأسماء والصفات، قبل اعتقاد القرآن مخلوق الله في كل مكان آخر ما عندهم الكفريات والنواقض، حينئذ تقول أصل الأصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه، هل هذا توحيد المرسلين الأنبياء والمرسلين؟ جاوبوا لا، حينئذ تبقى المسألة فيها هل هم مسلمون أم لا. لذلك من عمل بمقتضى ما يعتقده لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، إذا عمل بهذا هذا ليس بمسلم، هذا ليس قطعا هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأن الشرك عنده هو اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل وما عداه فلا إشكال فيه. ولذلك تجد الأشاعرة زمان لا ينكرون الشرك الأكبر، ما يفعل عند القبور الآن لا، هم يدللون له ويصححون. لماذا؟ لأن عندهم خللا في أصل الأصول وهو التوحيد. فالنزاع هل هم مسلمون أم لا هذا الذي ينبغي أن يكون فيه النقاش، وأما أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن نناقش فيه البتة. وزي ما شفتوا الشيخ أحمد الحازمي قال إن الأشاعرة مش من أهل السنة، وإنهم أصلا مش مسلمين، وإنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية اللي هو أصل الأصول التوحيد وأصل الأصول نزعوا فيه، هل كده نعتبرهم مسلمين؟ وكمان عندهم كفريات زي القرآن مخلوق والله في كل مكان، وإن الأشاعرة لا ينكرون الشرك الأكبر واللي بيعملوه عند القبور دلوقتي، وكل ده لأن عندهم خلل في أصل الأصول وهو التوحيد، والذي ينبغي أن يكون فيه النقاش في الأول هل هم مسلمون أم لا. ونشوف الفيديو اللي جاي مع الشيخ أحمد الشريف وهو بيقول على قولة الحنبلة الوهابية برضو أنهم مش مسلمين أصلا. من هم أهل السنة والجماعة؟ أجمع المسلمون بلا خلاف على أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدي، لا يوجد خلاف في أمة الإسلام كلها على أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وذلك لأن هذا المصطلح نشأ منذ 1200 عام وليس مصطلحا جديدا، فظهر قبل أن يولد أصلا ابن تيمية وقبل أن يولد أصلا محمد بن عبد الوهاب، وظل الأمر هكذا منذ 1200 سنة وما يزيد على ذلك. المسلمون جميعا سموا أصحاب هذا المنهج في فهم علم العقيدة وعلم الفقه والتصوف والسلوك بأهل السنة والجماعة، أشاعرة ما تريدية في الاعتقاد على المذاهب المتبعة الموروثة من الأئمة الأربعة المعتمدة في الفقه والفروع، وهم في علم التزكية على مسلك الإمام الجنيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فهم علم التصوف، فيخرج من ذلك الحشوية لأنهم ليسوا من الأشاعرة والماتريدية ولم يفهموا ذات الله وصفات الله وما يجب وما يجوز وما يستحيل بمنهج هؤلاء الأئمة الأعلام سلفا وخلفا ابتداء بالإمام الأعظم وانتهاء بأكابر العلماء في زمانه، فيخرج الحشوية، يخرج المشبهة، يخرج المجسمة، يخرج المعتزلة، يخرج الشيعة، كل هؤلاء يخرجون من أهل السنة والجماعة لأنهم خالفوا منهج أهل السنة في علم العقيدة. شفنا الشيخ أحمد الشريف الأزهري بيشرح من هم أهل السنة والجماعة، وقال إن إجماع المسلمين بلا خلاف إن أهل السنة والجماعة هم الماتريدية وطبعاً الأشاعرة، وإنه مصطلح أهل السنة والجماعة ده قبل ابن تيمية ب1200 سنة، وقبل ما كمان يتولد محمد بن عبد الوهاب، فهيخرج من مسمى أهل السنة والجماعة الحشوية، وطبعا بيقصد بيهم ولاة الحنبلة الوهابية لأنهم ما فهموش ذات الله ولا صفات الله،
ويخرج كمان المشبهة، يعني يخرج من المصطلح ده المجسمة والمشبهة والمعتزلة والشيعة، لأنهم خلفوا منهج أهل السنة في علم العقيدة. يعني الشيخ أحمد الشريف الأزهري خرج من مصطلح أهل السنة ولات الحنابلة الوهابية والشيعة والمعتزلة وباقي كل الفرق ما عدا مين؟ ما عدا الأشعرة والمطردية. وبعديها احنا طبعا بنتفاجئ ان المسلمين يقعدوا يقولوا ايه، احنا مليار، احنا مليار ونص، وطبعا كلهم مش بيعتبروا باقي الفرق مسلمين اصلا. ونشوف الشيخ محمد الجامي وهو بيرد على الشيخ احمد الشريف في الفيديو اللي جاي ونشوف هيقول ايه. ربما بعض الناس يقولون علماء الكلام خصوصا الاشاعره هم الكثرة، وقد يبالغ بعضهم فيقول هذا إجماع، كون الله في كل مكان إجماع، بمعنى لم يسمعوا إلا كلام الأشاعرة ولهم الكثرة الكاثرة في الآونة الأخيرة، لأنهم بعد أن انهزمت المعتزلة ظهروا هم فكثروا، واضطهد منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد واختفى وجهل، واستولت الأشاعرة على الجو الإسلامي العام حتى لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولم يظهر حقيقتهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إلا جهاد الإمام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة في القرن السابع الهجري. إذا أردت أن تطمئن نفسك وأنك على الجادة، تذكر قبل نشأة علم الكلام في عهد العباسيين على أي منهج كان المسلمون الأولون الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أي منهج كانوا؟ على المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، منهج السلف الصالح. الشيخ الجامي بيرد على الناس اللي بتقول علماء الكلام وخصوصا الأشاعرة هم الكسرة، وفي بعضهم بيقول ان هذا اجماع زي ما شفنا الشيخ احمد الشريف الاثري في الفيديو اللي فات، وان هم منتشرين في الاونه الاخيره وهم ظهروا بعد انهزام المعتزله، ومنهج السلف اضطهد بعد محنه الامام احمد بن حنبل. وطبعا احمد بن حنبل عذب وولد وعشان يعترف ان القران مخلوق ورفض، وبعد ما استولت الاشاعره على الجو الاسلامي العام ولقبوا نفسهم باهل السنه والجماعه، واللي أظهر حقيقتهم إنهم ليس من أهل السنة والجماعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع الهجري. ولو أنتوا يا أشعر عاوزين تطمنوا نفسكم إنكم على الحق، تذكروا قبل نشأة علم الكلام على أي مذهب كانوا المسلمون الأولون اللي شهد ليهم النبي إنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، ثلاث قرون كانوا على منهج السلف الصالح. وخلينا كمان نشوف إزاي الأشاعرة بيكفروا ولاة الحنبلة الوهابية لأنهم قسموا التوحيد، وإن ده شرك. ونشوف مع بعض الشيخ أحمد كريمة. أماتي إلى أصل أصول الإسلام وهو التوحيد. التوحيد عندنا في الشريعة الإسلامية واحد لا يتجزأ. ماذا قال ربنا وهو الحق؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. هم جزأوا التوحيد فجعلوا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. السؤال العلمي بدون تشنج، هل فعل رسول الله ذلك؟ لا. هل نسب إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى أتباع التابعين ذلك؟ لا. في الميزان العلمي هم يقرون بذلك. أول ما ظهر تجزئة أو تقسيم توحيد أساس الإسلام وروح الإسلام وبقاء الإسلام على يد الإمام ابن تيمية بعد 700 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي تقسيم للتوحيد بعد 700 سنة وأغلفه إنه سنة؟ هذا كذب على رسول الله. كيف يقال إنه سلف صالح بمعنى الصحابة؟ هذا كذب على رسول الله. ما الفرق لما يقسم التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ كما هذا عند النصارى التثليث، ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وسائر التثليث الموجود في قدم التاريخ في عند الهند وعند الفراعنة وعند الفرس وعند غيرهم، هذه عقيدة التثليث. الشيخ أحمد كريمة بيقول على ولاة الحنابلة الوهابية إنهم جزأوا التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وإن اللي عمل التقسيم ده ابن تيمية، وشبه ولاة الحنابلة الوهابية باليهود والنصارى في عقيدة التثليث. وطبعا إحنا أصلا مش نصارى، إحنا اسمنا مسيحيين وما عندناش حاجة اسمها تثليث، إحنا عندنا الثالوث، لكن ده مش وقت إن أنا أشرح ما هو الثالوث. المهم إنه شبه ولاة الحنبلة الوهابية بمين؟ بالمشركين من وجهة نظره، يبقى كمسلم يعني، يبقى الأشعرة والوهابية مختلفين مع بعض في إيه؟ في أصل الأصول، هو إيه؟ هو التوحيد. كل واحد فيهم بيكفر التاني. ونشوف التوحيد عند الأشعرة بيقول إيه؟ عند الأشعرة بيقول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له،
وإن واحد في صفات ولا شبيه له، وإن واحد في أفعال ولا شريك له. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف التوحيد عند الأشاعرة وإزاي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقلك، وده يرد بعقلك وتنكر